اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتنمير. في الحقيقة يا جماعة النهاردة مش عارف، انا مزاجي وحش قوي، مزاجي وحش قوي النهاردة، عشان كنت مخطط لما ارجع من الشغل ان انا اعمل فيديوهات وبعد كده اروح الجيم. وبعد كده اما ارجع اكمل فيديوهات تاني، بس اما رجعت لقيت نفسي مليش مزاج خالص وفاصل وعايز انام بأي طريقة، لدرجة ان لابس لبس الجيم دوت من الساعة 5 لغاية دلوقتي. كنت مكسل اروح، مش قادر، مش عارف يا جماعة. مواعيد الشغل ما عادتش مساعداني خالص زي الأول. أنا عايز يا جماعة، عايزكوا تقترح عليا طرق إن أنا بقى القناة تكبر أسرع من غير ما أقعد أعمل فيديوهات كتير أوي كده، لأني ما عنتش قادر زي الأول أعمل كم رهيب ده من الفيديوهات. ما عنتش لاقي الوقت الكافي إن أعمل فيديوهات كتير، بس محدش يقترح عليا المونتاج والكلام ده، لاني اذا كان بقول لكم مش لاقي وقت اعمل فيديوهات تقولوا لي منتج، لا انا عايز فكرة، يعني مش عارف اعمل ايه والله. عايز فكرة تنجزني شوية باقل عدد فيديوهات، يعني انا مش عايز، يعني انا الوقت عامل اكتر من 1000 فيديو وما وصلتش حتى لل50,000 مشترك لسه. يعني في ناس وصلت بعدد اقل بكتير، مش عارف. انا زهقت. اللي عنده فكرة كويسة يقولها لي، عشان بجد ما عنديش قادر. سلام.